أشرى وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف محادثات في القاهرة مع المفوض الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من دون توصل إلى أي أرضية تفاهم في شأن الأزمة السورية. لافروف شدد على ضرورة إقناع الأطراف السوريين بوقف إطلاق النار والجلوس لإجراء مفاوضات وفقا لاتفاق جنيف، بينما قال العربي إن البحث تناول وسائل للتقدم إلى الأمام. الإبراهيمي من جهته قال إن الأزمة لن تبقى داخل الحدود السورية بل سوف تتدفق إلى دول مجاورة ويمكن أن تمس دولا بعيدة عن حدودها، مطالبا بترجمة بيان جنيف إلى قرار من مجلس الأمن ليصبح مشروعا سياسيا.